بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي، سيبقى أبنائي عاملين إيه؟ هنحل النهاردة إن شاء الله من كتاب المعاصر كراسة التقويم المستمر، اختبار تراكمي رقم 18 حتى الدرس الخامس الوحدة الرابعة في الهندسة. سؤال رقم 1: A B C D متوازي أضلاع في قياس زاوية A ب 50 درجة، فما قياس زاوية C؟ من خواص متوازي الأضلاع كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. طيب انا عندي هنا اي بي سي دي متوازي اضلاع، الاي إيه بتقابل السي والبعض، يعني متساويتين في القياس، يعني قياس زاويه سي هتبقى 50 درجه. مفهوم كده؟ يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، يعني الاي والسي زي بعض، هتبقى الناتج 50 درجه. سؤال رقم 2: عندك متوازي اضلاع، فما قيمه اكس؟ من خواص متوازي الأضلاع برضه يا ولاد كل زاويتين متتاليتين مجموع قياسه هنا 180 درجة. يبقى أنا عندي أعملها معادلة، أقول له 3 إكس زائد 5 إكس بيساوي 180 درجة. 3 إكس وأزود عليها 5 إكس هتعطيني 8 إكس بيساوي 180. بعد كده بنقسم 180 على المعامل اللي هو 8، يطلع قيمة الإكس بيساوي 22.5. فهمتوا؟ يبقى ال B وال C دول زاويتين متتاليتين مجموعهم 180، بعملها معادلة عادية جدا وأحلها وأقسم بالآلة الحاسبة، يطلع الإجابة بتاعتك 22.5. الإجابة باهي. الشكل المقابل ما قياس زاوية E؟ عشان أجيب زاوية E يا أولاد لازم أجيب زاوية B الأول من المثلث ABC، وبعدين أجيب ال B اللي هنا بالتقابل بالرأس، هما في تقابل بالرأس عندي، تمام؟ وأجيب الشكل الرباعي اللي جوه، مجموع قياسات الزوايا الداخلة 360 درجة، هجمع بقى زاوية B اللي أنا جبتها مع زاوية 130 مع 90 وأنقص من 360. يبقى أول حاجة بعملها إن أنا بجيب الزاوية الناقصة في المثلث ABC. ده مثلث يا ولاد مجموع قياسات زوايا داخلة 180 درجة. يبقى أجيب زاوية B الأول، أقول له 180 ناقص وأفتح قوس وأجمع 50 زائد 70، يبقى 50 و70 120، هطرحها من 180 تبقى 60 درجة. يبقى الزاوية اللي عندنا قياسها هيكون ب 60 درجة اللي هي زاوية B، تمام؟ فبالتالي الحل بتاعي هنا هقول له ايه؟ 60، زاوية B زيها ب 60 درجة بالتقابل بالرأس. يبقى اقدر اجيب الزاوية بقى اللي هي ايه من الشكل الرباعي، اقول له 360 ناقص وافتح قوس واجمع الزاوية الأولى اللي هي دي 130 والزاوية 60 اللي أنا جبتها والزاوية اللي هو جايبها لي الإف اللي هي ب 90، ثلاث زوايا هجمعهم ونقصهم 360 تديني الزاوية الناقصة 80 درجة. تمام يا ولاد؟ فهمت المسألة؟ يبقى أنت أول حاجة بتجيب الزاوية الناقصة في المثلث، تجمع الزاويتين الداخلتين وتنقصهم من 180 عشان تجيب التالتة اللي هي البي، وفي تقابل بالرأس، خلاص الموضوع خلص بقت سهلة. طلعت الناتج بكام؟ 360 ناقص 280 تديك 80 درجة، اختار بقى دال. سؤال رقم 4: في الشكل المقابل عندك متوازي أضلاع مع قيمة إكس زائد واي، يعني تجيب الإكس بكام والواي بكام وتجمع. طيب من خواص متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، يعني الواي ناقص 3 بيقابلها 6، يعني الواي تبقى ب 9. وعندك برضه القطعة اللي هي 2x ناقص 1 وبالها x زائد 5، يعني دول طولهم زي بعض، يعني 2x ناقص 1 بيساوي x زائد 5. هنودي ال x نطرحها من 2x يبقى x، والسالب 1 هوديها بموجب 5 و1 6، يعني ال x طلعتها ب 6، وعندك ال y ب 9. تقوم جمع بقى القيمتين مع بعض، هتجمع ال 9 مع ال 6 هيديك 15، يبقى إجابتك ب 15 هي الإجابة ج. ده سؤال رقم 4. سؤال 5: أي من المخططات الآتية لا يظهر البيانات الحقيقية اللي هو المدرج التكراري؟ لأن يعني المدرج التكراري عبارة عن فترات، تمام؟ وطالما هي فترة يبقى أنا ما أقدرش أحدد عدد بين البداية ونهاية الفترة التكرار بتاعه كان كام. يبقى لو عندك رسم مدرج تكراري يبقى صعب إن أنت تظهر البيانات الحقيقية في الأعداد، يعني مثلا عندك فترة من 2 مثلا، او عدد كل مره مثلا نقول 3 ل 5، ومن 5 ل 7، ومن 7 كل مره مثلا هنزود 2، فبالتالي الفتره اللي عندك المرسومه دي ما تقدرش العدد اللي يقع مثلا بين 3 و5 كام، لا 4، ما اعرفش تكراره بكام، لان هو حاصل فترات، الاعداد اللي بين الفترات ما اقدرش ان انا اطلع القيم الحقيقيه بتاعتها. يبقى المخطط المدرج التكراري لا يظهر البيانات الحقيقيه في الرسم، تمام؟ ولكن هو عبارة عن فترة، لأن المدرج التكراري عبارة عن فترات وليست مجموعات. لو مجموعة أقدر أطلع الحل، لكن المدرج التكراري بيعتمد على فترات. سؤال 6 بيقول لي: ما الصيغة الرياضية تعبر عن المساحة؟ مساحة متوازي الأضلاع بتساوي طول القاعدة في الارتفاع، يبقى القاعدة
ال ودفع اتش يبقى ال في ايه؟ في اتش. السؤال اللي بعده، ما الصيغة أو الشكل المقارب لك تثبت إن A B C D متوازي أضلاع؟ من خواص متوازي الأضلاع يا ولاد كل زاويتين متقابلتين مساويتين في القياس. يبقى أنت لو أثبت إن في زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس يبقى الشكل اللي عندك ده هيكون متوازي أضلاع. طب إزاي تثبت إن هو متوازي أضلاع؟ لازم تجيب زاوية A من المثلث A B E، تشتغل على المثلث A B E تجيب زاوية A، مثلث A B E قول له جيب قياس زاوية A، أقول له بيساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي هما 60 و50. يبقى 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي هما 110 هيطلع الناتج 70 درجة. ده زاوية A. طب ما أنت عندك زاوية A وزاوية B زي بعض، بما أن قياس زاوية A بيساوي قياس زاوية C بيساوي 70 درجة متقابلتان متساويتان في القياس. إذا الشكل الرباعي ABCD متوازي أضلاع. يبقى احنا اثبتنا ان هو متوازي اضلاع عن طريق الخاصيه المهمه جدا يا اولاد، اللي هي بتقول لي كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس. يعني دي عكس الايه المساله، يعني هو جايب لك شكل بيقول لك اثبت ان هو ايه متوازي اضلاع، فانت بتدور على زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس عشان تقول ان الشكل اللي عندك ده متوازي اضلاع. ما نقصد مقدار 7a ناقص 2b زائد 5c عن 3b ناقص 3a زائد سي؟ ده المقدار الكبير يا ولاد، ده المطروح منه. لما تيجي تحلها تكتب الاول المقدار اللي هو 3 بي ناقص 3 اي زائد سي، ده الاول، وتشيل منه 7 اي ناقص 2 بي زائد 5 سي. يبقى المطروح منه اللي هو بعد كلمه عن، ما نقص عدد عن عدد او مقدار عن مقدار، يبقى المقدار الاولاني ده هيتطرح من المقدار الثاني. يبقى تكتب 3 بي بي ناقص 3 3 بي ناقص 3 اي زائد سي ناقص، وتفتح قوس وتكتب جواه 7a ناقص 2b زائد 5c. خد بالك السالب هتتوزع في المقدار هنا، تضرب سالب في موجب بسالب وسالب في سالب بموجب وسالب في موجب بسالب. بعد كده تستخدم الابدال والدمج، هتاخد 3b مع 2b وتاخد سالب 3a اللي عندك مع سالب 7a والسي مع سالب 5c. ناخد 3a و2b نجمعهم مع بعض. أول خاصية إبدال، هنعمل دمج، نفتح قوس ونكتب جواه 3b مع 2b، وناخد سالب 3a مع سالب 7a زائد، أفتح قوس وأكتب c ناقص 5c، يبقى 3b زائد 2b اللي هي 5b، دي خاصية الدمج، نكتب 5b، وعندي سالب 3a وكمان سالب 7a يبقى سالب 10a، وc ناقص 5a تبقى سالب 4a. سالب 4c، تمام، لأن 1 ناقص 5 بسالب 4، يبقى الناتج هيطلع بالصورة دي يا ولاد.